ايه بيدك على ايه يا شو شتي شو شتي لا شتي ولا انك تفكري ما بدي اياك تقول منك كلمه بسوي يا جماعه بدنا نرقص صحتين يا عمو. يا جماعة والله العظيم عيب عليكم كل يوم التاني عم تتخانق قدام العالم وفايتين طالعين على المخافر، ما حلو بحقكم. يا سيادة النقيب بترجاك افهمني، هذا الولد لازم يربى عندي أنا. وليش لحتى تربيه أنت بقى؟ ليش أنا شو بساوي هون؟ لأنه أنت ما خرجك تربي قطة، سوس، سعدان. ليك أنا مرباي وبعرف ربي أحسن منك يا مشرشح يا بخي يا أنت. ليك خلي الطابق مستور أحسن لك ها. ها؟ بضميرك بوجدانك يا سيادة النقيب. لك هي خرجت تربي اطفال هي لكن انت اللي خرجت تربي نكي لعلى هذيك الساعه اللي جوزتك فيها شو كانت منحوسه الله وكيلك يا سياد النقيب انا قلت له لأهلا قلت له لك هي البنت على صغير قالوا لي ولا يهمك طول بالك بكره بس تكبر على بيكبر معها تاري كانوا خايفين هي وانا لو ما فهم بين ايديهم لك 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 شوف مين عم يحكي الله وكيلك يا سياد النقيب ايدين اهلي ايدين اهلي اهترت وهو نازل تبويس وتمجيق فيهم منشان ياخذني لك انا موسيني لاهلي انا موسون الله وكيلك يا سيادة النقيب دحش هو بيقن في دحش ولك طبعاني بمصاري دخيلك وشو فايدة المصاري إذا كنت بخيل ومأنشح يا جماعة يا جماعة مشان الله خلينا نحل هالمشكلة بالتفاهم إذا بتريدوا سيدي موفق أنت زلمة عاقل وبتفهم والمحكمة حكمت لمرتك بالحضانة صح ولا لا ما اختلفنا يا سيادة النقيب بس أنا بحبه لابني كتير ما بقدر أعيش بلاه سيادة النقيب لا تصدقه أنا بحبه أكتر منه مليون مرة أنا أمه كذابة يعني بتحبه أنا ما بقدر نام بلا ما أشوفه يا سيادة النقيب كل يوم لازم أشوفه شو هالحكي ليش مالك لما بكون مبغوص وتعبان مالك أخي عامل حالك مجرد وضعي لك خلصنا لك صرعتولي راسي العمى أنا عندي الشغل ماني فاضي لكم ست ساعات خذ ابنك مع السلامه روحي انت وانت يا سيده موفق المحكمه حكمت لمرتك بالحضانه اذا بتريد تشوفه بشكل قانوني خلصونا بقى لعنا على هالمشكله ماشي الحال ماشي الحال مو مشكله ايدي عم تجعني ماما من وين حبيبي من هون كسر لك ايدك ما الله يكسر دياته يا حق ومن شو صار معه هيك الصغير وقع يعني؟ لا شو وقع؟ بس جوزي هو اللي خلع له ايده جوزك؟ اي جوزي السابق طليقي يعني الله لا يبليك بهيك رجال يا دكتورة لك بده يخلصني الولد بالقوة قدام الناس هو يشد وانا شد هو يشد وانا شد هي الله يعطيكم العافية كنتوا كسرتوا له ياها شقفتين اذا مالك درياني انا ما دخلني دكتورة هذا موفق الله لا يوفقه عموما بتجيبي له هذا الشراب بتعطيه 3 معالق كل يوم بتديري بالك عليه كتير منيحة لا تخلي يعمل حركات عنيفة تكرم عيونك دكتورة والله أنا حاططه بعيوني بس هذا جوزي هذا طليقي السابق هو اللي نكد علي عيشتي وعيشة هالولد يلا ماما قوام على غرفتك بسرعة شو بقى صغير؟ إيده مفكوشة شوي ومين فكش له إياها؟ ليش في غيره موفق يكسر لي إيدين إن شاء الله رجعت تتخانقت وياه إن شاء الله صغير ما يا أمي خطف لي الولد خطف لي إياه وكان بده يهرب فيه أي خطفة شو هالشغلة العظيمة يعني؟ موفق بضله أبوه ما في حدا غريب يا امي موفق بده يكسر لي راسي بده يزلني ويحرمني من ابني ما فشرت عينه يكسر لك راسك انت بس قوي لي قلبك شوي وزدتي له اياه وإلك علي لا إلك عريس بيسوى راسه ما بقدر امي ما بقدر بنوب ما بيطلع بايدي يا لطيف شو راسك يابس طال على ابوك الله يرحمه شو نص اليوم شايف جاي على الوقت تمام؟ طبعا حبيبي طبيعة شغلنا بتتطلب الدقة الشديدة واحترام الوقت والانتباه يا سيد الموفق حلو الكلام لكن تعرف شو بدي منه؟ لا والله ما بعرف بدي اخطف شو ها؟ لا حبيبي لا أنا ما فوت الفوتات بنوب
شو خطف ما خطف؟ ما دخلني بالقصص. السلام عليكم. لا تطول بالك انت الثاني، شبه بتغري. السلام عليكم. ليش عارفان مين بدي اخطف بالاول؟ لا والله، مين بدك تخطف؟ ايه ابني فادي. ابنك؟ ايه. وليش بدك تخطفه؟ لانه هيك بهالعمليه بكسر لي راسي على مرتي القديمه. طيب انا شو المطلوب مني؟ يا عيني عليك، انا بدي اياك تراقب لي مرتي وابني، بتراقب كل تحركاتهم، ايمتى طلعوا، وين راحوا، وين فاتوا، منين اجوا، مع مين، يعني بالمختصر مفيد بتراقب لي كل تحركاتهم. اذا هيك على عيني وراسي، بس انا ما دخلني بالخطف. ها ولا يهمك، مين بده اياك تخطف، انت بس بتراقب لي اياهم ايمتى بيطلعوا وايمتى بيفوتوا. لما بيفوتوا لشي محل وبيقعدوا فيه فورا بتتصل فيني. معك موبايل ما هي؟ طبعا، لزوم الشغل حبيبي. منيح. مسيك، هاي صورتي انا ومرتي وابني. حلوه والله الصوره، بس ليك هون عم تضحك ومبسوط. ايه لاني كنت مغشوش. بعدين شو بدك ياني كشر بالصوره؟ ما طلبت لنا شيء. جوهر، الله، جيب لنا كاسه شاي. الو. ايه حبيبي، ولا يهمك، ستة بالدقيقه بيكونوا عندك. ماشي، يلا السلام. طبعا رح الحقهم شغلتي هي. جماعتك هلا فاتوا على الجنينة. يلا رح نحاول. يلا بالونك طير يا صغير، معنا من كل الالوان، اصفر واحمر واخضر، بالونك طير يا صغير. مرحبا، مين حضرتك؟ انا موفق. شباك، شو وينهم الجماعه؟ شو عامل لي حالك تحري؟ عم تضارب علينا شايف انا؟ لك ايه، وين الجماعه؟ هاي مرتك وابنك، استلمت؟ ايه استلمت. خلص بحاسبك بعدين، تيسر انت. يلا مع السلامه. يا البالونات، خطف لك ابنك. ليكي وينه؟ ليكي لا مصطفى، يا هلا عمي ايمي ايمي بطلك بيتك. ها ايمي على جنة، لك ايمي.
الله لا يوفق اللي كان السبب بجاه النبي. الحالة بسيطة ما فيها شيء الحمد لله سليمة. بس شوفي يا ست سعاد، المرة الجاي أنا مضطرة أخبر الشرطة. لا 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 دكتورة، إذا بدك خبريهم هلا، خليهم ياخذوه ويحبسوه ويريحوني منه أنا وابني كم شهر زمان، من شان الله خبريهم. شيء غريب فعلا، كيف بيهون عليكم تساووا هيك بهالطفل؟ لك رح تعقدوه؟ يا دكتورة صدقيني أنا ما فيني نام الليل إذا ابني ممغوص أو سخنان أو تعبان، أساسا يلي عم يخليني ساوي كل هذا الشيء إنه بحبه وما فيني أعيش يوم واحد بلا. لك ما بحسن ابني يوم. Can you leave now or soon? شو ها؟ ليش هيك عامل بحالك؟ شو هالمنظر ها؟ ما زبطت الخطة لك يا أمي، ما زبطت معي، فشتك بآخر لحظة. حاجتك بقى أجنان أمي؟ حاجة؟ شو عم تعمل بحالك أنت؟ زدت لي إياه للولد والله يهنيه فيه. لك أمي أنا إذا جبت لي إياه، الله وكيلك مالي قدرة ربي، بقى زدت لي إياه. وأنا بوعدك جوزك جوازي تنسيك كل همك، بقى شو رأيك؟ محمود مرحبا، انا موفق. لك رح احاسبك، شو بدي اكلهم عليك؟ اسمعني هلا، بدي اياك تضل عم تراقب لي مرتي. اوام ماما على غرفتك. اوام شبكون؟ ومين هيك عامل فيكون؟ ليش في غيره لموفق؟ ايه ينبت الحشيش على قبره بجاه النبي. لك يا بنتي حاجتك مشاكل وبهدلة، ودوري على مستقبلك، عيفيله هالولد وخلصينا من هالقصة بقى. امي الولد بالشرع بيطلع لي الي انا. مزبوط، بس لإمتى؟ يعني بعد ما تخلص الحضانة بده ياخذ لك يا بقى. اختصري الطريق من هلا وتبرعي له فيه. اقسم بالله ما رح اسكت له يا امي، رح افتح له تليفون واسفقه بهدلة. الو اعطيني ابنك، مرقي لي اياه. شو بدك منه؟ طيب موفق تعال بدي تحكي معك سعاد. هي اكيد استسلمت وبدها تعطيني الولد. الو لك انا بس بدي افهم، لك انت شو عجينتك؟ شو طينتك؟ وحش ولا بني ادم؟ لك هي ملخت ايد الصغير مره ثانيه انبسطت؟ يملخوا ايديك بجاه واحد احد. بالله شو؟ كذابه وبيت كذابه، انت اللي ملختي له ايده للولد مو انا. شوف موفق، هي عم اقول لك لاخر مره، اقسم بربي اذا بقى بتمد ايدك على ابني مره تانية لاقطع لك اياها من شرشه. فهمت ولا ما فهمت؟ ولك لسانك اللي بده قطع يا مجرمه يلي ما فيكي جنس العاطفه. بي شو بدها منك هالشلشوحه؟ شو بدها مني؟ قال انا اللي ملختي له ايده للولد. انا برجيك يا سعاد اعملي وكتري اذا ما بخليكي تمشي بالشارع وتحكي مع حالي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألو نعم. يا هلا. إيه موجود. مين قلو؟ إيه على رأسي سيدي. في واحد اسمه محمود بده إياك. إيه إيه. ألو؟ أهلين محمود. شلون؟ وين هلا؟ إيه ماشي ماشي، خليك عم ترخون منيحة. ولك جاي لعندك فورا هلا. زهير الله يخليك طلب لي اجازه ساعيه. خلاص روح تتيسر. يلا الله معك. روح روح. لا كبير، اعطيني واحد اصغر منه. اوكي نعم ثلاثه. ايه شو منيح ماما؟ حلو. ولك لو
ليش يعني كتير حالته خطرة؟ لا لكان شو السبب؟ شو السبب؟ الصغير خايف منكم ورافض يشوفكم.